خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعمل فائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين. تصميم ورسم إبريق ماء. يوضح الشكل الثلاثي الإبريق الذي سنقوم برسمه باستخدام برنامج Solidworks. التعليمات الأساسية Trim, Revolve Surface, Surface, Sweep Surface. نبدأ برسم القاعدة السفلية. نختار المستوي Front Plane. نرسم خطين منقطان متعامدان بدءا من المركز. من Sketch نختار 3 Point Arc ونرسم قوس دائرة. نرسم من نهايته خط مستقيم. نختار 3 Point Arc ونرسم قوس دائرة. نحدد الأبعاد منسوبة للمركز. نجعل النقطتين المشكلتين للقوس على استقامة واحدة. نرسم خط منقط ونضعه على تماس مع القوس الدائري فيتقيد الشكل. ننتقل لرسم الشكل الجانبي. نختار 3 Point Arc ونرسم قوس دائرة. ومن نهايته نرسم قوس دائرة. ثم نرسم خط مائل. نجعل الأقواس على تماس tangent. نحدد الارتفاع الكلي 308. نحدد قطر العنق الخارجي 71.5 مليمتر. ثم نحدد القطر الداخلي 55 مليمتر. ونهاية قطر الانحناء 59.4. وارتفاع العنق 22. وارتفاع الانحناء العلوي 55. وقطر الانحناء الجانبي 142. من Surface نختار Revolved Surface. ضمن Axis of Revelation نحدد المحور المنقط الذي يتم حوله التدوير بزاوية 360 درجة. ننتقل لرسم مقبض الإناء. نختار المستوي Front Plane. نرسم خط منقط شاقولي انطلاقا من مبدأ الأحداثيات. نرسم ثلاث خطوط متعامدة. زاوية ميل الخط الأول 70 درجة. ونحدد الأبعاد. يتقيد 110 و132 ثم 33 ارتفاع المقبض عن السطح العلوي. من Surface نختار Sweep Surface. نختار Circular Profile وذلك لاختيار بروفايل دائرة قطرها 13 مليمتر. ثم نحدد المسار وبالتالي يتشكل المقبض. لحذف السطوح المتداخلة
نختار تريم سيرفيس. ضمن تريمينج سيرفيس نحدد سيرفيس ريفولف و سيرفيس سويب. وضمن بيسز تو كيب نحدد الجزء المطلوب حذفه. ننتقل لرسم الجزء الأمامي من الإناء. نرسم مستوي موازي للمستوي توب بلين ويبعد مسافة 308 مليمتر. ونختار المستوي بلين 1. نرسم خط منقط انطلاقا من المبدأ. نرسم 4 خطوط. نحدد الخطين المتلاقيان مع الخط المنقط ونختار سيمتريك. نكرر العملية للخطين الآخرين. نختار فيليت سكيتش ونحدد نصف القطر 7.7 مليمتر. والنقطة المقابلة 5.5 مليمتر. نحدد بعد مركز القوس البعيد عن الدائرة 99 مليمتر. نحدد القوس الذي نصف قطره 5.5 مليمتر ونضعه على تماس مع الدائرة. نحدد زاوية ميل الخط المستقيم عن المحور 35 درجة. نختار النقطتان المتقابلتان والدائرة ونختار coincident ويتقيد الشكل السابق. الآن نختار المستوي فرونت بلين ونرسم خط مائل بدايته تتقاطع مع الشكل السابق. من Surface نختار Sweep Surface. نحدد البروفايل ثم المسار فيتشكل لدينا الجزء المطلوب. لحذف السطوح المتداخلة نختار Trim Surface ونحذف السطوح الغير مطلوبة. نختار لون الإناء. ونحصل على الإناء المطلوب. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة.